السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة هبد كورة، معكم عصام السرساوي وحلقة جديدة. وقبل ما نبدأ في الحلقة زي ما عودناكم نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنتكلم في مباريات مهمة جدا، مباريات عربية. النهاردة الرجاء البيضاوي بيصعد إلى نصف النهائي لكأس محمد السادس، البطولة العربية، على حساب مولودية الجزائر. وطبعا الترجي التونسي بيتعادل في الدوري التونسي 1-1 على أرضه وسط جمهوره، قبل مباراة مهمة جدا جدا في السوبر الإفريقي مع نادي الزمالك. ونادي الزمالك بيفوز على الإسماعيلي 2-1. هنتكلم في الثلاث مباريات وهنتكلم في المباراة الرئيسية والمهمة معانا النهاردة، نصف نهائي كاس محمد السادس وترشح الرجاء البيضاوي عن جدارة واستحقاق، مع التصفيق طبعا، ان انا اسقف طبعا لمولودية الجزائر وللجمهور بتاع الرجاء. صراحة حاجة جامدة جدا جدا، الجمهور تحس بجسمك بيقشعر كده وانت تتفرج على جمهور الرجاء. النهاردة كانوا عاملين حالة جامدة جدا جدا. يلا بينا نخش نتكلم على الثلاث مباريات. بس قبل ما نخش على الثلاث مباريات، لايك كتير، لان لايك كتير بيخلي الفيديو بتاعنا ينتشر، وشير الحلقة واشترك في القناة وفعل زر الجرس. يلا بينا. في البداية هتكلم عن المباراة المهمة معانا النهاردة. الرجاء البيضاوي كان بيلعب على أرض وسط جمهوره مع مولودية الجزائر، مباراة في نصف النهائي مباراة العودة. عارفين كلنا ان المباراة في الجزائر انتهت 2-1 للرجاء البيضاوي، وقدر يحسم الموقعة الاولى 2-1. واحنا من هنا كنا قلنا ان خلاص كده فرص الرجاء بنسبة 90% صعد. انا شايف ان الرجاء كمان هيفوز على ارضه، بس طبعا المولودية كان ليه رأي تاني في مباراة العودة. المولودية قدر يلعب مباراة رائعة جدا جدا. اي نعم ما تأهلش، بس ما تمش التأهل، وفاز الرجاء بمجموع اللقاءين. بس فاز المولودية النهاردة ورد الاعتبار، يعتبر برضو انه فاز على الرجاء، بس هو يعني في مجموع المباراتين الرجاء النهاردة ما اقدرش انكر ان الرجاء كان افضل في معظم فترات اللقاء. الرجاء ضيع فرص كتير، الرجاء كان ليه افضلية في الاوقات كتير انه يحرز اهداف بس ما احرز. لكن الواقعية وان برضو هنا المولودية كانت بتلعب بخطة متوازنة، ان انا ما يخشش فيا هدف. انا جبت هدف في اخر الشوط الاولاني، كنت هستقبل اهداف بس برضو محافظ على الريتم بتاعي. الشوط التاني نزلت محافظ على الريتم، مش عايز يخش فيا اهداف، مش عايز استقبل اهداف عشان الفرصة تبقى مفتوحة قدامي. وفعلا ده اللي قدر يعمله النهاردة المولودية، وقدر لحد المباراة ما انتهت 1-0. بس مش هنقدر نقول المولودية جالها فرص كتير انها تعود من نتيجة 2-0، وان كان كل شيء وارد. واحنا عارفين والبطولة كاس محمد السادس برضو الدور اللي كان قبل كده ما بين الوداد والرجاء، شفنا كلنا ان الوداد كان فايز 4-1، والرجاء بيعود على ارض الوداد، هو نفس الملعب بس كانت مباراة الوداد، وتعادلوا 4-4، وقدر طبعا الرجاء يصعد. فكان كل شيء متاح في المباراة دي. جماهير الرجاء النهاردة صراحة طابلو. النهاردة انا بتفرج على المباراة تمنيت ان اكون مع الجمهور ده بالتشجيع ده، ان اكون متواجد في الاستاد واقعد واشجع معاهم واغني طبعا اغنية الشكوى للرب العالي، انا بحبها جدا جدا وبحب جمهور الرجاء. يعني طابلو، هو الجمهور المغربي جمهور يعني حماسي، وزي جمهور الجزائر برضو حماسي، بس جمهور الرجاء والوداد غير، بيعملوا يعني في الاستاد حالة غريبة. فالنهاردة رقم واحد كان جمهور الرجاء، على الرغم من ان الرجاء النهاردة من وجهة نظري ما كانش في افضل ادائه. الرجاء النهاردة ما كانش في افضل حالاته. محسن متولي رمانة الميزان في الرجاء وفريق الرجاء النهاردة، كان علامة استفهام في اكتر من كورة. يعني لو كان مركز فيهم في كورة جات له، يعني انا مش عارف قلشت ازاي من محسن متولي، الكرة دي جول قلشت منه ازاي. وكذا كورة برضو كانت جات له انه يلعبها بالعرض وما قدرش يلعبها بطريقة صحيحة. النهاردة دي اوف للرجاء. انا شايف ان المولودية لعب بتكتيك احسن من الرجاء، وان كان يعني ان المباراة راحت في
صالح الرجاء وان الفرص كانت اكتر للرجاء. بس تحية برضو للمولدية، مبروك لنادي الرجاء والكر الانصار. نادي الرجاء يستحقوا بمجموع المباراتين انهم يصعدوا، يستحقوا في مجموع المباراتين ان هم يصعدوا. محسن متولي يعني هو النهاردة غاب، محسن متولي فغاب الرجاء، ده من وجهة نظري برضو. مبروك الصعود ومباراة قوية جدا جدا في نصف النهائي، هيبقى مباراة ما بين الرجاء والاسماعيلي المصري، هيبقى لقاء قوي جدا جدا ما بين الفرقتين. نتمنى التوفيق للافضل. نيجي بقى لمباريات الدوري، يعني النهاردة هتكلم عن الترجي والزمالك. الزمالك كان عنده مباراة في الدوري والترجي كان عنده مباراة في الدوري، والترجي والزمالك عندهم مباراة مع بعض، لا مش مباراة واحدة، دول ثلاث مباريات بس. هنتكلم عن المباراة يوم الجمعة اللي جاية في السوبر الافريقي ما بين الترجي والزمالك، بطل ابطال افريقيا الترجي وبطل الكونفدرالية الزمالك المصري. مباراة هتبقى قوية جدا جدا، هتتلعب في قطر زي ما احنا عارفين. مباراة شايفها من وجهة نظري هتبقى قوية. النهاردة على هامش المباراة الترجي دخل المباراة بروفا كده قبل في الدوري قبل ما يلاعب، الترجي دخل المباراة بروفا قبل السوبر الافريقي في الدوري طبعا التونسي، الترجي في الصدارة. بس النهاردة الاداء بتاع الترجي مش ده الترجي، يعني بيلاعب يعتبر اخر فرقة في الدوري تطوان. يعني انا شايف ان الترجي كان يفوز سهل جدا جدا. وجي من هنا بقى ان المباراة انتهت بتعادل ما بين الفرقتين، ما بين المتصدر وما بين اخر ترتيب الدوري التونسي. انا ليا وجهة نظر في الموضوع ده، انا مش بعيب على الترجي طبعا، وارد التعادل في اي وقت. هو الترجي مركز في مباراة السوبر، الترجي مش عايز اصابات قبل مباراة السوبر، وان كان عنده مدافع اتصاب قبل المباراة بتاعت النهاردة ومش هيلعب مباراة السوبر. بس الترجي كان واخد كل فكره وكل اللي شاغل باله مباراة السوبر المهمة جدا جدا، هيلاعب منافس مش ضعيف، منافس ليه باع في افريقيا الزمالك المصري. شايف ان النهاردة تعادل طبيعي، يعني مش هقدر اقول ان الترجي وازاي يتعادل، لا لا لا، الموضوع طبيعي جدا ان الترجي على الرغم من التعادل في الصدارة ب 12 فوز واثنين تعادل، طبعا الترجي 38 نقطة في الصدارة بيتصدر بيهم الدوري ومش هيأثروا على ترتيب النهاردة التعادل. انا عاذر، الترجي عنده مباراة مهمة، فطبيعي التفكير كله مع المدرب ومع اللعيبة هينصب، والتركيز الاهم هينصب على السوبر الافريقي. كده الترجي بيتعادل النهاردة زي ما قلت لكم كده ب 38 نقطة، قلنا 12 فوز ب 36 وتعادلين بنقطتين 38 في الصدارة، ويستمر في الصدارة. اتوقع مباراة الزمالك هتبقى قوية جدا جدا، ده لسه في مباراتين في بطولة افريقيا. نيجي للزمالك، الزمالك بدوره النهاردة برضو كان عنده بروفة قوية اقوى من الترجي، كان عنده مباراة مع الاسماعيلي في الاسماعيلية، مباراة قوية جدا جدا ومبروفة قوية جدا جدا عشان قبل مباراة السوبر. الزمالك داخل المباراة، الزمالك طبيعي السنة دي مش في افضل حالاته، الزمالك انا شايفه من وجهة نظري في الدوري مش في افضل حالاته، وبطولة افريقيا برضو مش هقدر اقول الزمالك قوي، لا الزمالك مش في افضل حالاته السنة دي، يمكن يعني بيتحسس الطريق. النهاردة قدر يفوز على الاسماعيلي بعد ما كان متأخر بواحد صفر، قدر يفوز 2-1 في الشوط الثاني. طبعا مباراة كانت قوية ما بين الزمالك والاسماعيلي، الزمالك هقدر يعني بكل امانة الزمالك كان افضل من الاسماعيلي، الزمالك جات له كذا فرصة على الاسماعيلي، بس الاسماعيلي برضو مش في افضل حالاتها. يعني الاسماعيلي اللي بيتفرج على الاسماعيلي مش ده الاسماعيلي بتاع زمان، مش ده الاسماعيلي بتاع حسني عبد ربه، مش ده الاسماعيلي بتاع الجيل القديم، مش ده الاسماعيلي اللي كل الناس تعرفه، لا نسخة الاسماعيلي يعني بقالها كذا موسم مش جيدة. الزمالك قدر يفوز فوز قوي جدا جدا، ومعنويا بيرفع من حظوظ الزمالك، ليه؟ ان هم رايحين نلاعب الترجي في السوبر الافريقي فلازم نفوز. مباراة واحدة اللي هيفوز هياخد الكاس، اتوقع مباراة هتبقى قوية من الفرقتين. طبعا يعني الزمالك مش متصدر الدوري، متصدر الدوري المصري الاهلي في الصدارة، طبعا الاهلي شارخ في الصدارة 13 من 13 ب 39 نقطة، الزمالك اعتقد عنده 29 نقطة 30 نقطة، بس الاهلي لسه مؤجل له ماتشين عن الزمالك، فالاهلي فارق وشارخ بالدوري المصري. الزمالك ممكن يبقى في المركز الثالث بعد المقاولين،
اتوقع ان المباراه الجايه هتبقى بروفا برضو. انت عندك الترجي هتلعبه 3 ماتشات، هتلعبه في السوبر، والزمالك هيلعبه تاني في بطوله افريقيا في مصر، وهيرجع يلعبه في تونس. 3 مباريات هيبقوا اقوياء جدا جدا على الزمالك. وكمان الزمالك عنده مباراتين مع الاهلي، مباراه في السوبر ومباراه في الدوري. يعني بص، يعني الشهر ده للزمالك صعب جدا جدا جدا. نتمنى التوفيق في مباراه السوبر للافضل. كده بنكون وصلنا لنهايه الحلقه. قول لنا رايك في الكومنتات النهارده في اداء الرجاء، قول لنا ايه رايك النهارده في اداء الترجي في كمشجع للترجي في الدوري، والزمالك كمشجع للزمالك في الدوري. نتمنى التوفيق للافضل في بطوله طبعا السوبر الافريقي ما بين الترجي والزمالك، وطبعا في نصف النهائي ما بين الاسماعيلي والرجاء، مباراه برضو هتبقى قويه بس ذهاب وعوده. كده بنكون وصلنا لنهايه الحلقه. لايك وشير واشترك في القناه وفعل زر الجرس وقول لنا رايك.